للأسف وللحسرة هذا المخدر يعني ديال البوفا هو ليس بجديد بقدر ما هو قديم. أوكي ألور إحنا كنتعاملوا معاه بواحد الطريقة بسيطة جدا. من كيجيو عندنا هاد الوليدات اللي كيتعطاو لهذا المخدر ديال البوفا أو ما يسمى بالكراك، يعني كنتعاملوا معاهم بواحد الليونة، واحد اللباقة، وبالتي هي أحسن، وبذاك الصدر الرحب وبالابتسامة العريضة لهذا السم القاتل اللي للأسف وللحسرة يعني من كيتناولوا صاحبه يعني إلى ما لقاش الفلوس باش يتناولوا كيمشي يقدر يصرخ كيدير يعني لا امبوسيبل يمشي يخون التليفون ديال صاحبه أو لا يمشي يسرق الدار ديالهم يدي شي حاجة من الدار عنده ويمشي يعود فيها البيع باش يدير هذه البوفة. هذه راه كارثة عظمى، والطامة الكبرى أنهم هذه الوليدات اللي كيتعطاو لهذه البوفة ولاو كيمشيو للانتحار. هذا هو الغريب في الأمر، ولاو كينتحروا يعني بسيشيكمون. داك الشيء مؤثر لأن هذا الكراك هذا أو ما يسمى بالبوفة يعني هذه المادة هذه ولات كتضاف لها مواد كيماوية أخرى. الغريب في الأمر هذه المواد يعني وبعض الأدوية اللي بريمي مدة الصلاحية ديالها انتهت وكيخلطوا داك الشيء وهذا ويميلونجي وكيبيعوه لهذه الوليدات حشومة وعيب وعار. ولهذا احنا الحمد لله بالطرق ديالنا البسيطة جدا كنتعاملوا مع هذه الوليدات بالتي هي أحسن، كندردشوا معهم ومباشرة كنحيلوهم على بعض الأطباء النفسانيين حتى هما كيتكلموا معهم، عاد كيدخلوا عند الطبيب ديال طب الإدمان اللي بطبيعة الحال هو اللي كيعطيهم ديك لوردونونس اللي فيها الأدوية. والحمد لله هذيك الأدوية ما هي إلا مهدئ كتهدئ وكيجيب الله عز وجل تعالى الشفاء. الحمد لله احنا متفائلين، احنا ما متشائمينش، اوكي احنا متفائلين لهذا العمل اللي كنقوموا به لدرجه ان يعني تم واحد النجاح كبير في صفوف المتعاطين لا البوفا ولا غيرها. الحمد لله يعني بحكم التجربه ديالنا المريره 23 سنه راه ما ليست بالسهل، ولكن انا الرساله اللي بغيت نوجهها لهذا هاد الشباب هذا سورتو غادي نوجهها للاباء والامهات لانهم هما اللي مساهمين بقوه في هذه المساله هذه، لان دائما وابدا كيجيو وكيبداو يمسحوا في الدوله وكيقول لك الدوله ما هذه لا راه انت اللي تزوجتي يا الشريف وولدتي وبديتي كتلوح للشريع العام. كيف يعقل المراه كتشرق والراجل كيغرب والوليدات في الشريع العام كيديروا اللي بغاو؟ اين نحن من هذا؟ رساله موجهه للاباء والامهات، ما تغمضوش عويناتكم على وليداتكم، كون سيدي ومولاي، كون الى الله ومولاتي وحرصوا على وليداتكم. انا كنعرف الله يجازيهم بخير مجموعه ديال الاسر تبارك الله وصلى الله عليه وسلم يعني كيفاش كيتحابوا مع وليداتهم، ذاك الحب وذاك الدفء الاسري والعائلي هذا يعني كاينين تبارك الله وصلى الله عليه وسلم، ولكن راه الاغلبيه الصحيحه راه عندهم زايد ناقص، غير فرخوا لوح للشريع العام راه بسيشي اوتوماتيكمون غادي يمشي يتناول المخدرات. رساله موجهه لهذا الشباب اللي كيتعاطى لا البوفا ولا لغيرها من هذه المخدرات هذا هو انهم يتهلاو في صحتكم، تهلاو في صحتكم راه هي اللي دايمه لكم.